السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس. معكم المعلم جمال أبو ريا، مدرس التربية الإسلامية. سنتعلم موضوع الدرس سورة الحشر، الآيات من 22 حتى الآية 24. ماذا سنتعلم اليوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. روى هذا الحديث الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. سنتعلم اليوم عن بعض أسماء الله الحسنى المذكورة في سورة الحشر، ونرى أمامنا سورة لأسماء الله الحسنى 99 اسما. ماذا يجب أن نحضر للحصة؟ قلما وورقة لكتابة أهم الملحوظات حول الدرس. نبدأ بمتعة، سوف نستمع إلى أنشودة أسماء الله الحسنى. تفضلوا وشوفوا. طلاب الأعزاء، في هذه الأنشودة ذكرت أسماء الله الحسنى 99 اسما. الآن سنتعلم. هذه الآيات تشتمل على بعض من أسماء الله تعالى الحسنى. سوف نقرأ هذه الآيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هذه الآيات تشتمل على بعض من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، وذلك لكي يتعرف الإنسان على خالقه من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العليا. نأتي إلى الآية رقم 22، قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، فلا رب غيره، وأنه عالم الغيب والشهادة، أي يعلم كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله تعالى: هو الرحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات. وقد قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال أيضا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. كلها تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. نأتي الآية رقم 23. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء والمتصرف فيها. القدوس أي الطاهر والمبارك، وتقدسه الملائكة الكرام. السلام من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. المؤمن صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم، قوله: ثم الله شهيد على ما يفعلون. العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ولهذا قال الجبار المتكبر، أي الذي لا تليق الجبرية إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته، كما تقدم في الصحيح: العظمة إزاري
والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. أي أن لا يجوز الإنسان أن يتكبر لأن الله سبحانه وتعالى أكبر، ولا يجوز الإنسان أن يتجبر لأن الله سبحانه وتعالى هو الجبار. ثم قال: سبحان الله عما يشركون. نأتي إلى الآية رقم 24: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الخالق البارئ المصور، أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريدها والصورة التي يختارها، كقوله: في أي صورة ما شاء ركبك. له الأسماء الحسنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. رواه الشيخان البخاري ومسلم. يسبح له ما في السماوات والأرض، كقوله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى: وهو العزيز، أي فلا يرام جنابه، الحكيم في شرعه وقدرته. لحظة تأمل وتفكر طلاب الأعزاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. ما المقصود بكلمة أحصاها الواردة في هذا الحديث؟ تفضلوا بالإجابة طلاب الأعزاء. انتهى الوقت طلاب الأعزاء. الكلمة أحصاه الواردة في الحديث: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. الحل: المقصود بكلمة أحصاها أي حفظها وفهمها وآمن وتفكر وعمل بها، لأنه لا يمكن التعرف على الله سبحانه وتعالى إلا من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في القرآن الكريم، والذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك من خلال مخلوقاته، لأن الخلق يدلنا على الخالق، فعظمة الخلق تدلنا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ننهي ونجمل: يجب الإيمان والعمل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا.
إن صفات الله تعالى كاملة ولا تشبه صفات المخلوقات الناقصة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ولا يحد من سمعه شيء، حتى أنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أما الإنسان فسمعه محدود وبصره محدود. أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا هي 99 اسما. يمكن التعرف على الله تعالى من خلال الأسماء الحسنى وصفاته العليا التي ذكرت في القرآن الكريم. الملك، نأتي هنا بنموذج لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا. الملك، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المهيمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المهيمن، القائم على الشيء والحافظ له والشاهد عليه والمحيط به. الغفور والغفار، هو الذي يكثر الستر على المذنبين من عباده ويزيد مغفرته وغفره على مؤاخذته بالذنب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن منا لم يذنب فالذي يستر علينا هو الله سبحانه وتعالى الغفور والغفار. نأتي إلى مرحلة التدرب. مرحلة التدرب، اشرح أسماء الله تعالى الحسنى من خلال ما تعلمته، أو أن ترجع إلى كتب التفسير وتأخذ هذه الأسماء وهذه الصفات ثم تشرحها، لأنها أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا كما ذكرت في القرآن الكريم: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. تفضل طلابي الأعزاء، معكم 15 دقيقة في حل هذا السؤال، وبارك الله فيكم.
طلابي الأعزاء، انتهى الوقت المحدد. إن شاء الله تكونوا قد تعرفتم على أسماء الله الحسنى وصفاته العليا بهدف التعرف على خالقكم الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بها، وكذلك العمل بهذه الصفات التي تكون لنا منجاة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء.